يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من لا يكفر عباد القبور ويقول هم جهال لا يقصدون عبادة غير الله؟ هذا إما أنه جاهل، وإلا أنه يغطي على الشرك، يغطي على الشرك ويستر عليه. إن كان جاهل، فالجاهل ما يعتبر كلامه لأنه جاهل، يبين له جهله أنه لا يعرف هذا الشيء. وإن كان إنه يريد التغطية والتعمية، فهذا يجب إنه يرد عليه، يجب إنه يرد عليه وينكر عليه. نعم.